جين، بهدف القضاء عليك أتيتك من أعماق الأعماق. سيف النار، لم أرى. أين هي جين؟ جين، قالت جوليا إنها جوليا نسيت أمرك منذ زمن يا سيف النار. ففي ذلك اليوم الذي أنقذتك فيه اليوم الطموح، وأنت لا طموح لك. الطموح هو الشيء الذي يعطي صاحبه. أنت لا طموح. جوليا، أسمعيني أنك جوليا. حقا؟ كم إصبعا سيحتمل؟ جوش، ابعد على نفسك، تابع حياتك من أجل حياتك، أرجوك. خذ. انتظر. لا يا جوش، سأذهب معك. ماذا؟ لم أسمع. أسمع. وفقا، سأنضم إليكم، سأذهب معكم. لكن سيكون من المسلي أن أقضي عليك أمام جوج. أنت سريع في الهرب، لكنك لن تكون سريع في الهرب. سأقضي عليك من الألفي من نجم الجنوب. أنت لم تعد سيف النار الذي كنت أعرفه من قبل. لماذا؟ الطموح الذي غيرني هو طموحي المختلف عن مختلفك. أنت ندا لي بعد الآن أيها المجرم. ما رأيك بهذا؟ طموحك لا يساوي شيئا أمامي. أستطيع رؤية كل رؤيتك تقدم عليها يا جوليا. عليك ألا تستخف بي، فتستخف بي. جيدا. اطمئن، تجنبت نقاط الضغط. عليك أن تعطي جوجيتها. لن تحصل على ما تريد حتى لو تحصل على ما تريد. ماذا؟ جين مجرم. هل ستكون نهايتي قريبة يا سيف؟ ضربت نقاط ضغط على شكل جوليا، ستموت وشعارك مرسوم على صدرك بعد 3 دقائق. جوج. ذهبت جوليا من هذا القصر. يبدو أن المعركة لم تنتهي بيني وبينك، وستبقى هكذا بلا حسم. جنوبي تحترق، مدينتي الغالية تحترق. كان الشجر وجوليا، البشر في هذه المدينة ملكا لي، كله ملك لي.
لكن اطمئن يا جوليا، سأبني مدينة تحترق جديدة. النهاية، ولم أستطع جعلها أن تنسى الماضي لأنها كانت وفية جدا لي. انظر، هذا قبر سيف النار، لم أكن أرى سوى حمايتها. جوليا، يبدو أن نهايتي حان وقتها. أصابتني ضرباتك إصابات مميتة. سيف النار قتلني. شين